عشرات المواطنين يحاولون الوصول إلى الضفة الأخرى بعد أن تسببت السيول التي شهدتها محافظة أبيان خلال اليومين الماضيين في قطع الطريق العام هنا في مديرية أحور، ليبقى هؤلاء عالقين على الجانب الآخر لليوم الثاني على التوالي. والأول مرة يجي السيل في هذه المديرية بهذه الطريقة، يعني سيل غزير جدا، وبفضل الله سبحانه وتعالى وجهود قوات الأمن خاصة شرطة أحور تقوم بدور غير عادي، وأمس خرجنا أكثر من 15 عائلة بين الخطين، نقولهم من هذا الباص دولي الباص الثاني نقولهم. هنا في منطقة مبسطي غرب مدينة أحور كانت الأضرار التي خلفتها الفيضانات كبيرة جدا، حيث تعرضت الكثير من المنازل إلى الانهيار وأتلفت المواد الغذائية بعد أن غمرتها المياه، ما تسبب بإلقاء العشرات منهم في العراء. عباس يحيى من مواطنين مبسطي الذي يعني تدفعت السيول في منزله وسببت أضرار جسيمة، حيث أن أصبحوا الأسرة خارج المنزل. القوات الأمنية على الرغم من تواجدها في المكان لكنها لا تمتلك الإمكانيات الكافية لإغاثة المتضررين الذين يعيشون أوضاعا معقدة في ظل استمرار تدفق السيول بفعل المنخفض الجوي الذي بدأ بضرب المحافظة، وهي لم تتعافى بعد من أثر الفيضانات التي اجتاحتها قبل أقل من عام. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبيان.